أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج ونتابع فيها مطالبات بوقف دعم واشنطن للتحالف السعودي الإماراتي على اليمن بعد استخدام قنبلة أمريكية في تفجير حافلة الأطفال في صعدة، وبعدما قال له ابن سلمان انتقد كما تحب. السلطات السعودية تعتقل الاقتصادي برجس البرجس، فمن يسلم من موجة الاعتقالات؟ وبعد إصدار السيسي لقانون تشديد الرقابة على الإنترنت، مدونون يتساءلون لهذه الدرجة تؤلمك السوشيال ميديا؟ وفاة كوفي أنان تتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر. وأخيرا مصريون وفلسطينيون يطلقون مناشدات إلكترونية لفتح معبر رفح تجاه غزة أمام العالقين. كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب، وننوه مشاهدينا أن هذه الحلقة تبث مباشرة عبر حسابينا على فيسبوك وتويتر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا في اختيار مواضيع الحلقات والتعليق عليها. شاركونا. البداية من اليمن، حيث كشفت شبكة CNN الأمريكية أن القنبلة التي استخدمها التحالف السعودي الإماراتي في استهداف حافلة مدرسية تقل أطفالا يمنيين في صعدة أمريكية الصنع، وبيعت ضمن صفقة أسلحة للمملكة. في سياق متصل قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إنه تقدم بتعديل في مجلس الشيوخ لوقف دعم بلاده لما وصفها بالحرب السعودية في اليمن وقفا مؤقتا. وقد تداول المدونون مقطع فيديو للقاء مع أحد شهود العيان من محيط هذه المنطقة التي قصفت فيها حافلة الأطفال، وهو يقول إن القنبلة كانت أمريكية الصنع. I'm here next to the school bus. It was hit two days ago or three days ago by Saudi lit coalition air strikes in the Dahyan area. Saada. So most of these victims were children. They were on the bus, and Saudi-led coalition air strikes targeted their bus, killed 52 and injured 77. This American-made bomb killed them, killed the innocent children. So why U.S. are supporting Saudi to kill children in Yemen? Most of these victims were children. Your bombs are killing. Victims here are killing children. Imagine that I have seen bags, blood, and they have also seen shoes of the children. حول هذه الأنباء غرد المدون اليمني أسعد الشرعي قائلا: القنبلة أمريكية والقاتل سعودي والضحايا أطفال اليمن. هذه آخر مستجدات مجزرة صعد، تعقدون صفقات السلاح والضحية أهلنا في اليمن، يقول أسعد الشرعي. عبد الله العمري أيضا كتب قائلا: القنبلة التي استهدفت باص الطلاب في اليمن كما يزعم الناطق السعودي عن طريق الخطأ هي قنبلة أمريكية الصنع بيعت للسعودية خلال صفقة الأسلحة التي تقدر بالمليارات، يعني ما حد مستفيد غير أمريكا، مصاري وموت العرب. كتبت أيضا إليسا ميلانو قائلة: ألغت إدارة ترامب حظر أوباما، بيع التكنولوجيا الموجهة للسعوديين، ثم بعنا الصواريخ، واستخدم أحد هذه الصواريخ في غارة جوية سعودية أسفرت عن مقتل 40 طفلا يمنيا. كما كتبت صاحبة التغريدة ليرد عليها حساب آخر، حساب ريان جودمان، قائلا: يجب ألا نسأل فقط ما إذا كانت الولايات المتحدة مسؤولة، لكن هل الأمريكيون مسؤولون أيضا عن السماح ببيع هذه الأسلحة واستخدامها في جرائم حرب؟ إلى كندا، حيث نشرت مدونة مقطعا ساخرا لخلو الأسواق الكندية من ألبان المراعي السعودية، فهل هي أثار حصاري كندا؟ يتساءل بعض المدونين ساخرين. No, there's no more Almarai milk in Canada since the boycott. Only delicious organic skim, organic 1% from Canadian dairy farmers. What are we going to do?
تعليقا على الأزمة السعودية الكندية، نشرت السفيرة الأمريكية السابقة لدى قطر دانا سميث تقريرا لبلومبرج عن أزمة السعودية لا تتعلق بالمشكلة مع كندا، بل هي أزمة داخلية معلقة. أعتقد أن احتجاز رجال أعمالك في أحد الفنادق لعدة أشهر بدون أدنى شك ليس أمرا رائعا بالنسبة إلى ثقة المستثمر. إلى السعودية، حيث قال حساب معتقل الرأي المتخصص في قضايا المعتقلين من النشطاء والمفكرين في المملكة إنه تم اعتقال الاقتصادي برجس البرجس المستشار السابق في شركة أرامكو السعودية. وعد الحساب بعد ذلك وقال إن حساب الاقتصادي المعتقل على تويتر متوقف عن التغريد منذ أكثر من شهر. وقد نشر حساب تركي الشلهوب السعودي مقطعا قديما قال إنه لمحمد بن سلمان، وهو يقول لبرجس البرجس نريدك أن تنتقد، ليرد عليه الأخير قائلا لا لا ما في انتقاد. طال عمرك، نتابع. الله يبارك فيك ويسلمكم ان شاء الله، لكن ابغاك تنتقد المشروع قبل ما تقدم. لا 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 ان شاء الله ما في انتقاد، الله يسلمك. ضاحكا ومتفائلا يبدو أن بن سلمان كان يمزح. وحول أنباء اعتقال برجس البرجس، كتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلا هذه الاعتقالات تصد النفس عن التغريد، عن الفرح، عن العيد وحتى عن الأمل. برجس يستحق الشكر وأن يسمع منه. كذلك يرى عبد الله محمد الصالح أنه نذير شؤم من التقاط سيلفي مع بن سلمان. الغريب أن بن سلمان يطالبه بالانتقاد وهو يتمنع، لا ندري ما السبب، فكان مصيره الاعتقال، تطبل أو تنتقد أو تصمت، فأنت تحت رحمة بن سلمان، إن شاء اعتقلك وإن شاء أعزك، يقول عبد الله الصالح. علق أيضا تركي الشلهوب على هذا الفيديو وعلى هذا الخبر قائلا ذنب عصام الزامل أنه حذر من خطورة بيع أرامكو، ذنب برجس أنه نصح الحكومة بصدق، ذنب جميل فارسي أنه حذر من بيع أرامكو، ذنب صالح الشيحي أنه حذر من خطورة الفساد، ذنب سلمان العودة أنه اختار الصمت. وكذلك الحال بالنسبة لبقية معتقل الرأي، جنون الحكومة يقود البلد نحو الهاوية. كما سخر أيضا إبراهيم قائلا كلها سنتين ويكون كل الشعب معتقل وما يبقى إلا ابن سلمان وتركي آل الشيخ وسعود القحطاني، فيما تساءل حساب الليث قائلا هل في وجهك ماء؟ هل أبقيت لنا عالما أو خبيرا؟ ولا عجب العجاب أننا كمجتمع سعودي لا نشك مطلقا في ولائهم لديننا ثم لبلادنا، هم مخلصون حقا مخلصون، بل الأعجب من هذا وذاك هرولة للحوار أو جريك هرولة للحوار مع أعدائنا في العالم ومخالفين في العقيدة والمبدأ، هل حاورت إخوانك هنا؟ يوجه هذا التساؤل لمحمد بن سلمان. كما كتب المدون أمير قائلا إننا نتجه إلى كتم الصوت العادل والمعبر عن المواطن البسيط. يأتي هذا فيما تداول مدونون تغريدة قديمة لبرجس البرجس قال فيها أن قطع العلاقات مع قطر أيضا سيكون نقص المواد الغذائية، فيه عبئا على الشحن عن طريق البحر والجو، والأليات البديلة لن تكون مستدامة مع ارتفاع الأسعار في قطر. ليرد عليه محمد الكواري في هذه التغريدة قائلا قطر بفضل من الله ماضية كما كانت، ولا شفنا بديل حتى بانقضاء نصف 2018 وأنت انتهى بك المطاف وراء الشمس. إلى مصر، حيث صادق عبد الفتاح السيسي على قانون يقضي بتجديد الرقابة على الإنترنت في البلاد، ويمنح القانون الجديد الجهات المتخصصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها الدولة تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها. كما يحظر القانون نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية. وقد اعتبر المدونون المصريون القانون تضييقا جديدا على حرية الرأي والتعبير في مصر. للمزيد عن هذا القانون نتابع هذا المقطع التالي الذي تداوله الكثير من المدونين اليوم.
تجديد الرقابة على الإنترنت. حول هذا الخبر غردا عمرو خليفة قائلا الأخ الأكبر يضرب من جديد، السيسي يصادق على قانون تجديد الرقابة على الإنترنت. كذلك كتب المدون أحمد البخري قائلا يأتي إقرار هذا القانون بعد إعلان السيسي غضبه من هاشتاج ارحل يا سيسي لهذه الدرجة تؤلمك السوشيال ميديا، تساءل البقري. كذلك كتب أيضا عماد بيومي قائلا من اليوم حبس واعتقال بطابونة العسكر، لما الدور بقى كلنا يا جماعة خربانة خربانة يشبعوا بيها، لما تيجي ثورة الجياع هتاكلهم كلهم بلا رحمة نقضيها هلس وآخر كلامنا يسقط والنقاط. كذلك سخر حساب تيران مصرية قائلا طلعوا قانون الانترنت خلاص وناس كتير شكلها هتوحش بعض الفترة اللي جاية. كذلك كتب شريف قائلا حافظين مش فاهمين، عشان كده هيبقى القانون مجرد حبر على ورق هيتم استخدامه في حالات معينة على حسب المزاج. كذلك كتب محمد كساب قائلا المادة 25 من قانون جرائم الانترنت جزء منها يتحدث عن بيع البيانات لأغراض التسويق وغيرها، يبيد في مواقع إخبارية تبعهم بتبيع داتا تقرأها بدون إذنهم لشركات خلينا نقول مجهولة مقابل عشرات الآلاف من الدولارات سنويا. ننوه مشاهدينا أن هذه الحلقة مستمرة معكم عبر الهواء مباشرة وعبر حسابينا على فيسبوك وعلى تويتر، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. غونال أرجن تعود للحياة من جديد وتتخلص من سرطان الدم بعد خضوعها للزراعة الناجحة للنخاع. موعد مع الحكيم، حلقة خاصة عن أورام الدم والتقدم في مجال العلاج بالخلايا الجذعية، بالإضافة إلى سرطانات وأورام الفم، الأسباب والأعراض وإمكانية الشفاء منها، مع دكتورة شبنام أزمير أخصائية أمراض الباطنة وأمراض الدم وأخصائية زراعة نخاع العظم، ودكتور عبد الناصر كرداس أخصائي طبي ومتواتي الأسنان. الأحد الموافق 2 سبتمبر في 7 مساء بتوقيت الدوحة على شاشة الجزيرة مباشر. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. توفي اليوم السبت كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام بعد رحلة دبلوماسية لعدة عقود في رحاب المنظمة الدولية قبل أن يتقاعد عام 2006 ويتفرغ للوساطة في حل بعض النزاعات الدولية. وفرك أنان الحياة عن عمر نهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض. للمزيد حول كوفي أنان نتابع المعلومات التالية. We'll be right back.
وفاه كوفي انان حول هذا الخبر. غرد ثاني بن حمد قائلا: فقد العالم اليوم الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وبرحيله يكون العالم قد فقد رجلا من رجال السلام في وقت تشتعل فيه الحروب وتشتد الأزمات. خالص العزاء للمؤمنين بمبادئ العدل والإنسانية. ترى صاحبة التغريدة أن أنان حاول خلال 80 عاما أن يحول العالم لمكان أفضل وأكثر سلاما ورحل بهدوء، لم يكن معصوما من الخطأ، لكنه على الأقل حاول أن يقدم شيئا للإنسانية. فيما عارضهم الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل بقوله: وفاة كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الإفريقي المنسحق أمام السيد الشمالي، ما أفاد الجنوب وما رضي عنه الشمال. هناك آلاف الكوفي أنان في المشهد السياسي المصري والعربي من وجهة نظر الكاتب وائل قنديل. بينما كتب الأكاديمي علي القرشي قائلا: كان آخر اللامعين في سكرتارية الأمم المتحدة، ثم تبعه كوري ليس لديه سوى القلق، وبعد ذلك برتغالي لا نتذكر اسمه، وبرغم لمعانه لم يخدم أنان قضايا العرب. بث ناشطون مصريون وفلسطينيون صورا لما قالوا إنها حالات لتكدس فلسطينيين عالقين على أبواب معبر رفح من الجهة المصرية، وذلك بعدما كانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر يومي الجمعة والسبت، ومن المنتظر أن تفتح السلطات المصرية المعبر غدا الأحد باتجاه قطاع غزة قبل أن تعيد إغلاقه خلال العيد. نتابع الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من محيط معبر رفح. هذا حال المعدي، هذا حال المعدية على الفردان، حال اخواتنا الفلسطينيين. الله يكون في عوننا وعونهم يا رب. شايفين؟ شايفين؟ اتفرجوا على الطابور قد ايه؟ اتفرجوا على الذل. شوفوا حال الناس فرشين على الأرض وقاعدين. شوفوا قاعدين في الشارع كلهم. كل هذا لسه طابور. على هاشتاغ افتحوا معبر رفح وحول هذه الصور ظهرت الكثير من المناشدات من مصريين وفلسطينيين على حد سواء على تويتر للسلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح للعالقين الفلسطينيين. غرد القيادي في حماس صالح بردويل قائلا: لا أدري هل يحق لنا أن نطالب الإخوة في مصر أن يتعاملوا مع المسافرين من أهل غزة من وإلى مصر عبر معبر رفح تعاملا يليق بحضارة مصر أو حتى بما تمليه القوانين الدولية أو القواعد الإنسانية، فضلا عن الإخوة الأخوة في العروبة والدين والتاريخ والنسب، أما أن هذه المطالبة لا تليق لأنها استفزازية. كما كتب مصطفى أبو الزر قائلا: أكثر من 1000 مسافر فلسطيني عالق عند بوابة معبر رفح المصرية نتيجة إغلاق المعبر حتى يوم الأحد. الرحلة من القاهرة لغزة لا تتجاوز 8 ساعات بالسيارة، لكنها تصل الآن إلى أكثر من 4 أيام نتيجة تعمد إذلال المسافرين. لا نريد ماء وطعاما وشراشف، نطالب بالحرية بأن نعامل فقط كبشر. فيما نقل أو نقلت عن لسان أحد العالقين المدونة أمل تتساءل وتقول: نناشد بضرورة توفير المياه والطعام برفقتنا مرضى وأطفال وحالة ولادة المكان الذي نتواجد فيه خارج المعبر من الجانب المصري، وهناك أكثر من 1000 فلسطيني نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، كما نحتاج توفير حمام للنساء. كتب أيضا أدهم أبو سلمية قائلا: عيد الأضحى على الأبواب، ما هكذا تعامل وما هكذا تكون معاملة الأهل
والأشقاء. من جانبه غرد المدون المصري والناشط أحمد العش قائلا 1000 شخص عالق على الجانب المصري من معبر رفح في العراء، كثير منهم مرضى وكبار السن، نرجو من السلطات المصرية أن تسارع بفتح المعبر بشكل عاجل واستثنائي قبل العيد على هاشتاج افتحوا معبر رفح بكرامة. كتبت أيضا المدونة الفلسطينية علا عنان تتساءل وتقول ارحموا الناس من الانتظار في العراء، نساء أطفال مرضى كبار سن مر عليهم أسبوع كامل وهم في عذاب وظروف غير إنسانية صعبة. إلى لبنان، حيث أطلق عدد من الناشطين حملة إلكترونية على تويتر اليوم السبت ضد ما وصفوه بالنظام البوليسي في لبنان بعدما حققت السلطات اللبنانية مع عدد من الصحفيين واعتقلت آخرين خلال الفترة الماضية. وقد تصدر هاشتاج لا للنظام البوليسي قائمة التغريدات الأكثر تداولا في لبنان على تويتر. على هذا الهاشتاج ظهر الكثير من الجدل والكثير من النقاش. نبدأ هذا الاستعراض بتغريدة مدير تحرير موقع الأنباء رامي رئيس الذي كتب قائلا الحرية أحد أهم مكتسبات النظام الديمقراطي اللبناني وتراجع عنها ضربة قاسية لن يرضى بها الأحرار. معركة حماية الحريات العامة هي عنوان الحقبة النضالية المقبلة. كذلك علقت نسرين بركات قائلة يمكن تعريف الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيين من أجل الربح الخاص وكذلك من أجل زيادة قوتهم ونفوذهم وثرواتهم، ولا يحتاج الفساد إلى التعامل مع الأموال مباشرة بل هو عملية استغلال للنفوذ أو تجارة النفوذ. كتب أيضا صاحب هذه التغريدة قائلا على يميني مارد اسم الفقر، على يساري سفاح اسم الاستبداد، خلفي نظام يعذبني وأمامي أرى تمرد شعب وثورة شعب. كتب أيضا صاحب التغريدة الاستدعاءات ما بتخوف حدا، كانوا يطبوا بعتمة الليل ويسحبوهم من بيوتهم وما يعرفوا لوين رايحين وما سكتوا الناس، كلمة حق بتنقال أنتم الخايفين من كلمة الحق والناس ما خايفة تقولها. كذلك تساءلت يارا قائلة هل فقد لبنان ميزته وهل باتت حرية الرأي والتعبير جريمة؟ الحقيقة الثابتة التي لا جدال فيها أن الحرية حق مقدس ولن يركع الإعلام الحر في لبنان لأي فريق أو أجندة سياسية. لترد عليه سماح قائلة سيبقى لبنان بلد الحريات والتعبير عن الرأي. أخيرا كتبت كارمل طيب هلأ معقول العهد القوي يعتقل فيروز لأنه قالت لا تخافوا ما في حبوس تساع كل الناس، بيعتقلوا كتير بيبقى كتير واللي بيبقوا راح منكمل. بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقع يتغير أو على الأقل وعيا يزداد بهاشتاج اللقاء.